تعال نطبق. يلا بينا. يلا نطبق. انا مع امير طبعا. هي كريم زي ما انت بتقول كده، كل واحد بتجيله فرصه بيعرف يستغلها، وكل واحد عارف طريقه لعب التاني. تعالى كده نبص الاول. الشوط الاول بيراميدز كان بيضغط على الاهلي ضغط كبير جدا وكان عازل، ولكن برضه انا هقف عن جنب كام حاله الاهلي كان بيقدر يطلع بالكوره. ليه؟ لان ضغط بيراميدز برضه لعيبه بيراميدز وهي بتضغط ما كانتش بتضغط بقوه لعيبه الاهلي اللي عملته الشوط الثاني، فكان بيقدر يطلع بالكوره. الكوره دي طالعه من عند محمد الشناوي، الهجمه طلعت لغايه ما اتلعبت لقفشه. في عز ضغط بيراميدز الاهلي كان بيقدر يكسر كل خطوط الضغط بتاعه بيراميدز. الهجمه اللي وراها دي اللي هتبان الاهلي وهو بيطلع بالكوره، الهجمه دي قعدت بالظبط الكوره دقيقه في رجل لعيبه الاهلي بتدور الكوره من تحت. وبص الاهلي عنده بقى ميزه جديده، ان الكوره لما بترجع للشناوي الاهلي بيبدا اللعب من الشناوي على طول للسنتر باك اللي جنبه على ما عنديش اي مشكله. بص هتلاقي اللعيبه كلها بتتحرك من غير كوره النهارده حمدي فتحي، وبص الثقه ان انا هبدا انقل الكوره. بص بقى الراجل ده عنده زاويه تمرير عبد المنعم هيقف، لعيبه بيراميدز قامت راجعه لورا خلاص. انت مكنت النادي الاهلي من انه يقدر يطلع بالكوره بمنتهى البساطه، بدا يدور الكوره. والحقيقه إلي ديانج حمدي فتحي مميزين جدا في قصه تدوير الكوره، ولكن انا مش هعرف اطلع بالكوره من عندهم. لكن انا ممكن ابقى باسير في نص الملعب اطلع الكوره لزمايلي، لكن مش هعرف اطلع عليه. زي عمرو السوليه. مش زي عمرو السوليه. عمرو السوليه مختلف تماما. خلينا بقى نبدا نروح للحالات اللي وراها عشان نقول الاهلي لما غلط غلطه الشوط الاول ايه اللي حصل. ابراهيم عادل ضيع الانفراد. ابراهيم عادل واحد من اهم المواهب اللي موجوده في الكره المصريه دلوقتي. غلطه إليو ديانج زي غلطات كتير عملها. بص ابراهيم عادل راح حط الكوره بره، ما بتجيلك في الماتشات الكبيره فرصه لازم تقتل الجيم، ولكن ابراهيم عملها صح. لما تعكس بقى كل الهجمات دي وتروح الشوط الثاني هيبان الكلام اللي احنا قلناه، الاهلي من كل فرصه غلط فيها بيراميدز قدر يترجمها لجون. تعال نشوف كوره الجون الاول للاهلي ونشوف الضغط العالي للاهلي عامل ازاي. بص احنا معانا خمسه في الكادر. الحقيقه شريف اكرامي كعاده كل اي نادي بيدربه كابتن ايهاب جلال بيبدا الكره من بص مين اللي بيضغط ده. لو وقفنا الكادر هنا هتلاقي ده إليو ديانج. واللي هيروح يضغط كمل بقى، معلش احنا وقفنا متاخر هنكمل الكادر. بص عبد الله السعيد نازل عمل اللي الاهلي كان عنده مشكله في الشوط الاول. قفشه بينزل هنا، عبد الله السعيد نازل كلاعب مركز 8 بيبني الهجمه فين عشان إليو ديانج اهو. الدونجا اللي هيضغط ده حمدي فتحي. فانت النهارده الاهلي بيضغط بالاثنين الديفندرات بتوعه حمدي فتحي وإليو ديانج فين. الكوره غلط عبد الله السعيد. عبد الله السعيد استلم الكوره للقلب وعمل ديلي بسيط، اتلعبت الكوره غلط. ضغط عالي نموذجي بصراحه من الاهلي في الكوره دي. فكره ان انا النهارده بضغط بالرباعي الهجومي ومعاهم الاثنين الديفندرات انا ما عنديش اي مشكله. صحيح. غلطه ثانيه بصوا هنا يعني غلطه طابعه من شريف اكرامي. الفكره كلها ان انت النهارده برضو اللعيبه الكبيره لما بتجيلك كوره زي دي انت عارف كويس قوي ان ممكن في كور استغنى امير عن فكره البيلد اب. انا مش لازم يا جماعه ابدا الهجمه واروح احطها على الارض، لان الشوط الاول كان في واحده هيغلط فيها الشناوي، كان في واحده هيغلط فيها شريف اكرامي. فاحيانا بتبقى محتاج تستغنى عن فلسفتك في بناء الهجمه لان انت توفر حاجه. هي الكره دي كلفتهم فرصه كانت هتخش جون. فانت النهارده بتتكلم في نفس الباترن نفس الطريقه. الاهلي فهم ان كابتن ايهاب جلال بيبني اللعب ده عادته، انا هطلع اضغط عالي وهاخد الريسك وهقطع الكوره من قدام واحولها لجوان. فمفيش مشكله هتروح للكوره الحاله اللي وراها كوره برضو الجون بتاع عمرو السوليه. بص يعني بص النهارده بيراميدز الكوره دي انا جايب لك الكوره دي الفرصه اللي كانت مثلا زي ما بنقول استغل الفرص بتاعتك اللي ضيعها بيراميدز. الكوره بتاعت فاجري لاكاي النهارده الاهلي بقى خلاص. بص الاهلي هنا بيدافع بخمسه، موسيماني قدر ان هو يقلب طريقه اللعب بعد كده 3 4 3 اديته عمق اكتر. كره ابراهيم عادل الكره دي راحت لخالد طبعا فيها غلطه من علي معلول. وبص هنا نفس اللي حصل الناحيه الثانيه، الديفنس بيغلط بس انا كهجوم مش قادر اترجم ده لاهداف، فبالتالي بتدفع الضريبه بتاعت كل ده ان كل فرصه بتضيعها بترد بتستقبل جون. صح. والجيم اللي الاهلي بيلعبه ثلاثه. بص الكره دي حلوه جدا من محمد شريف، استلم كوره وغير اللعب حلو جدا لعلي معلول، ودي اللي خلصت. الكره دي لما تتلعب ابراهيم عادل استقبل كوره غلط. غلطات بسيطه جدا من لعيبه بيراميدز لما تكمل استقبل كوره غلط. عمرو السوليه وان تاتش ببطن رجله على طول الكوره في الجون. فنقطه مهمه ان اللعيبه اللي بالخبرات الكبيره دي، بص التوقيفه بتاعت ابراهيم عادل لعيب كبير جدا بص لكن في الاخر هو تحس ان هو ايه، هو لو عايز يعني يصلحها لعمرو السوليه مش هتروح كده. ودي هنا بص محمد حمدي وهو راجع، وبص محمد شريف هربان في ظهر احمد سامي، كان خلاص لعيبه بيراميدز بدنيا ونفسيا انهاروا في الجيم. فبالتالي غلطات بسيطه من لعيبه كبيره جدا من لعيبه بيراميدز. لكن فكره ان الاهلي بيلجا للضغط العالي الشوط الثاني فكره ممتازه من موسيماني. شكل الجيم بتاع ان الاهلي بيلعب 3 4 3 وانا شايف ان الفلكسبيليتي والمرونه عند الاهلي دي حاجه كويسه، بس انا من انصار ان موسيماني كان مبادئ الموسم ب 3 4 3 ومركز في 3 4، حتى ما راح لعب في الرابطه باللعيبه الناشئين لعب 3 4 3. الفتره الاخيره هو بيغير كتير قوي،
وحاجه كويسه ان انت بتغير حسب الخصم، بس انا دايما بشوف ان انت لازم تبدا بطريقه موحده. هو انا اعتقادي الشخصي ان رجوع ايمن اشرف النهارده مشاركته النهارده معناه ان هو هيرجع 3-4-3. هو الراجل من الواضح يعني ان هو بعد خساره مونتري في كاس العالم للانديه ابتدى يحس ان اللعيبه الموجوده عنده دلوقتي مش مناسبه للطريقه دي، لان كان بدري بنون غايب، كان ايمن اشرف غايب، والاثنين طبعا تقال جدا. بدري بنون بالنسبه لي يعني كان وصل لمرحله انه خلاص الراجل ده هيبقى قائد دفاع الاهلي لسنوات طويله يعني. وايمن بيدي اريحيه لعلي معلول تماما ان هو يتحرك لقدام مغطي ظهره طول الوقت. طب طيب